قبل مشاهدتك للفيديو لا تنسى الاشتراك بقناتنا ميديا لايف والضغط على زر الجرس للتوصل بآخر الأخبار. أسيدي هاد الشركة حنايا كنا حنا الأولين عاد حطت الشركة، من بغات تحط الشركة حبسناهم، قالوا لنا ما غتبدا الشركة تتحيدوا. من بدات الشركة طلعنا عندهم الشركة الفوق، قالوا لنا ملي غتبدا الاستفادة وحنا عاطين البقع غنحيدوكم نتوما الأولين المضارين نتوما الأولين. من اللي عطاو دوك البقع ملي مشينا طلعنا عندهم قال لنا ما عندنا ما نديرو ليكم، طلعنا عند القايد قال لنا ما عندي ما ندير ليكم، مشينا للعمالة مشينا للرباط ما خلينا فين مشينا، وحنا مضارين من هاد الشركة بزاف 11 ساكن 6 كلهم مرض القلب، ضيق التنفس، الحساسية، ولادنا مرضنا، حنا عندنا الضرر من الشركة، حنا كنطلبوا من سيدنا وكنطلبوا على الاستفادة اللي عطانا سيدنا، هاد الشركة مرضتنا بزاف. تقدر تنعسوا بالليل وما كتنعس؟ ما كنعسوا لا بالليل لا بالنهار، جاو هما صحاب الشركة طلعنا عندهم، جاو جابوا لي عبر الصداع، قال لنا عندكم 86%. ملي طلعنا عند المدير ديال الشركة قالنا مستحيل تبقاو ساكنين تم، وما داروا معنا حتى شي حاجة. الدخان، الغبرة، حاليا عندنا حالة ديال القلب، ومات راجل بالصداع من هاد الشركة هادي. حاليا عندنا التنفس، إلا ما جناش التنفس ولا مشينا للسبيطار ما كنتنفسوش، ودابا هي العافية شاعلة 6 سوايع، ما غنباتوش في ديورنا، غنباتو باركين، كنطلعو عندهم مع 2 د الليل. كتفرقع الشركه كنطلعوا، ما كيقول لنا حتى حاجه، حنا مضارين من الشركه، كيقول لنا الطلب بليك هي اللي غتعاودكم، حنا الطلب بليك ما دير لنا والو، حنا الشركه هي اللي دايره لينا، حنا الشركه حنا قبل من الشركه، كنطلبوا من جلاله الملك يشوف لنا حل، هذا الشيء اللي كنطلبوا الله ينصر سيدنا. عليكم، اخويا كنطلبوا حنا من هذه الشركه، تقهرنا بزاف، مرضنا بالتلوث، بالصداع، ما كنعسوا لا بالليل ولا بالنهار، من يلاه بدات الشركه حبسناهم شهرين. طلعنا جا عندنا المدير ديال الشركة سقات هو وولدو، قال لينا مستحيل نخليكم هنا، غتحيدو نتوما الأولين وغادا تبدا الشركة. مني بدات الشركة ب 2007 طلعنا لهم، الصداع ما كنعسو لا بالليل بالنهار، طلعنا قال لكم صبروا تيتحولوا البراهمة، تحولوا البراهمة احنا باقين، تحولوا جامايكا احنا باقين، احنا مرضنا كنسواني وكنا بالمرض القلب، فين كنمشيو كنقول لك مستحيل تحولوا من تما. انا حاليا عندي العملية الكبيرة ديال القلب 16 مليون، عدي الصمامات مسدودين، فين كنمشيو كنقول لي تحيدي من هاد البلاصه اللي كتسكني فيها، ما يمكنش تصحي الا ما تحولتيش، فين غنمشي؟ ها كتشوفي الصداع ليل وبنهار، السدور حدا داري، ما كتنعسيش لا بالليل لا بنهار، كتسمعي السدور، الصداع في الليل، الدراري ما كينعسوش، كلشي المحلاتنا مفوقعين، اجيو تشوفي الله ينصر سيدنا، كنطلب من سيدنا يديروا لي الحل، هاد الشركة تقهرنا بزاف، تقهرنا بزاف، الله ينصر سيدنا. الله ينصر سيدي، حنايا ساكنين هنايا راجلي، شت التقاعد هنايا، ولد هنا، زايد هنا، وكلشي، الشركة لقاتنا هنا وضرتنا بالميكروب بالريحة ما نقولش لك صداع، ما كنعسوش لا ليل لا نهار، عندنا الضيف ما بقاش كيجي عندنا، المهم حوايجنا كلشي مكرفسين، حنا مراض، كلشي ولا خاصنا لك جيجين في الدار، كلشي، حنا ضرتنا وزادين، دابا هي شاعلة فيها العافية، أما كلشي كيشوف فيها بنادم. ولكن كتسمعت بانه هذه الشركه مخصصه للسكان هنا واحد البقعه ارضيه في واحد التجزئه، واش ما استفدتوش منها؟ قاولونا بان النهار اللي حطت قال لك حتوما النهار نهزوا البراهمه تهزوا معاها، هزوا البراهمه ما خلاونا، احنا هزوا الجامايكا، هزوا البراهمه، احنا بقينا في الوسط،